الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات، صدق الله العلي العظيم. عندما تسمع اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ينكسر قلبك لعله أحيانا الإنسان تخرج من عينه قطرة أو قطرات من الدمع. لماذا؟ ما هو سبب انكسار القلب؟ ما هو سبب خروج الدمع من العين؟ السبب واضح. هذا الاسم الشريف يذكر الإنسان بمصائب المولى الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. هذا الاسم الشريف يذكر الإنسان بما يحتفظ به في ذاكرته من الآلام والمصائب التي مرت على هذا الإمام المظلوم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن آدم النبي أبو البشر على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام رأى الأسماء الخمسة الطيبة النيرة على ساق العرش، فتلقى آدم من ربه كلمات. نزل عليه جبرائيل
وعلمه ماذا يقول، كيف يتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء الخمسة الطيبة. قال له: قل يا حميد بحق محمد، اللهم صل على محمد إلى آخر الدعاء. آدم أحس في نفسه بحالة عجيبة. الحالة هي أنه عندما ذكر اسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام حصل في داخله انقلاب، غليان، سالت دموعه، وهو آنذاك لا يعرف مصيبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. استغرب من هذه الحالة، لو كان يعرف ما كان يستغرب. استغرب: ما هذه الحالة التي حصلت لي عند ذكر هذا الاسم الخامس؟ فقال لجبرائيل: يا أخي جبرائيل، في ذكر الخامس، يعني الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ينكسر قلبي وتسيل عبرتي. جبرائيل في هذا الموضع في هذا الوقت حكى له شيئا من مصيبة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فبكى آدم وجبرائيل بكاء الثكلى. عندما عرف آدم بكى بكاء الثكلى، أشد نوع من أنواع البكاء المصاحب للصراخ، هذا بكاء الثكلى. ولكن قبل أن يعرف شيئا خرج من عينه الدمع. لا، ما خرج الدمع، جرت دموعه. لا، ما جرت دموعه، عبارة الخبر سالت من السيل، سالت دموعه. شخص يعرف مصيبة الإمام ويبكي، حالة طبيعية. شخص لا يعرف أصلا عن مصيبة الإمام، يبدو من الخبر أن آدم ما كان يعرف شيئا أصلا من مصيبة الإمام، بمجرد أن يذكر اسم الإمام سالت دموعه. هو أيضا عندما أخبر جبرائيل قال: تسيل عبرتي، سيل، يعني ليست قطرة قطرة. هذا أثر تكويني لهذا الاسم الشريف. الإنسان الذي يعرف المصيبة ويبكي، حالة طبيعية. ما الإنسان الذي لا يعرف مصيبة هذا الإمام، بمجرد أن يذكر اسمه الشريف تسيل عبرته، سالت دموعه. هذا أثر تكويني لهذا الاسم الشريف. الآثار التكوينية لا ترتبط بأن الشخص يعرف أو لا يعرف، كيف يكون؟ هذا أثر تكويني. هذا الاسم المؤلف من أربع حروف، حاء سين ياء نون، له آثار كثيرة تكوينية. وبكى في الأحاديث الصحيحة، وبكى له جميع الخلائق. هذا كلام معصوم، ليس فيه مبالغة. جميع الخلائق يعني جميع الخلائق باستثناء ثلاثة، الإمام عليه الصلاة والسلام استثناها. كل شيء بكى على سيد الشهداء. بكاء كثير من الأشياء بكاء تكويني، هذا أثر تكويني.
الآثار التكوينية لاسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا، بالملايين لا أكثر، لا يمكن من كثرتها أن يحصيها الإنسان أصلا. قضية الفقيه المقدس المرجع الديني الكبير السيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه قضية مشهورة. السيد البروجردي في أيام شبابه لعله كان آنذاك دون 20 من عمره أو في بدايات العشرينات من عمره، ابتلي بآلام في العين، مرض شديد. بسبب هذا المرض ضعفت 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 عينه إلى أن أوشكت على العمى. فأخذ شيئا من الطين تحت قدم أو من على قدم شخص مؤمن عادي اشترك في شعيرة حسينية، أخذ شيئا من الطين من تحت قدم هذا الشخص المشترك في هذه الشعيرة الحسينية ووضع هذا الطين على عينه. قضية اليوم ولله الحمد هذه القضية متواترة لكثرة نقلها، الذين رأوا السيد البروجردي مباشرة الكثير منهم ينقلون، قضية متواترة. وضع شيئا من الطين الذي أخذه من تحت قدم أو من على قدم شخص اشترك في شعيرة حسينية، وضع الطين على عينه، شفيت عينه، قوة عينه رجعت، بل صارت عينه أقوى من قبل. الأغرب من هذا، الأعجب من هذا، تعلمون هذا شيء مشهور، هناك أنا لست متخصصا في هذا المجال ولكن هذا شيء مشهور يكتب كثيرا، الإنسان الطبيعي بعد 40 من عمره بصورة طبيعية عينه تضعف، قوة عينه تضعف. ما ضعفت بعد 40، بعد 50 حتما تضعف، هذه حالة طبيعية. الحالة الطبيعية التي يذكرها أهل التخصص في هذا المجال بعد 40. السيد البروجردي عمر 50 سنة وأكثر، 60 سنة وأكثر، 70 سنة وأكثر، 80 سنة وأكثر، عمر بالتحديد 88 سنة. إلى الأيام الأخيرة من حياته كان بعينيه يقرأ خطوطا ناعمة صغيرة أكثر الناس لا يتمكنون أن يقرأوها. الله سبحانه وتعالى جعل آثار تكوينية في الأعشاب، في الأطعمة، في الجو، في الأرض، آثار تكوينية كثيرة، علاج أمراض كثيرة في هذه الأعشاب، في هذه الأوضاع، أمور أشياء مستخلصة من نباتات، من غير ذلك، هذه لها آثارها. آثار من أين؟ آثار تكوينية، هذه من الله سبحانه وتعالى. ولكن هل سمعتم نبات مثلا أو شيء مركز مستخلص من مجموعة نباتات، من مجموعة أدوية كيميائية يكون لها بمر باستخدام مرة واحدة يبقى أثرها إلى بعد أكثر من 60 سنة من استعمالها؟ سمعتم أصلا هذا الشيء؟ شخص يستعمل مادة معينة، مستخلص معين، مادة كيميائية معينة، هذا الأثر يبقى أثر تقوية في الجسم بصورة غير طبيعية، يبقى بعد أكثر من 60 سنة. هذا الأثر الذي كان للسيد البروجردي رضوان الله تعالى عليه في أي شيء وضع؟ في الطين. هذا الطين ما هو، ما هي ميزته؟ هذا طين قبر الحسين عليه الصلاة والسلام؟ لا،
هذا الطين وضع عيسى ابن مريم قدمه عليه؟ لا. سلمان الفارسي كان واقفا عليه؟ لا. طين أخذ من قدم مؤمن عادي، ولكن عندما أخذ من قدم هذا المؤمن كان هذا المؤمن مشتركا في شعيرة حسينية، يعني ليس ارتباطا قريبا وثيقا باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لا، طين عادي من قدم مؤمن عادي، ولكن في حالة كان هذا المؤمن يمارس شعيرة حسينية. أي أثر تكويني عظيم لهذا الاسم، يصبح علاجا، يصبح مقويا للعين، يبقى أثره إلى آخر حياة السيد البروجردي بعد أكثر من 60 سنة من هذه القضية. آثار تكوينية، وآثار تكوينية غريبة، آثار تكوينية استثنائية. مواكب التطبير المهيبة، هذه المواكب الكثيرة، أي أثر تكويني عجيب لهذا الاسم الشريف، لاسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ملايين كل سنة يشتركون في مواكب التطبير، يمارسون هذه الشعيرة المقدسة. لا يموت شخص واحد منهم، لا يصاب بشيء، ليس فقط لا يموت، لا يصاب بشيء سيء شخص واحد منهم من بين الملايين. لو كان هذا العدد من الناس لغير الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في قضية عادية، يجرحون أصابعهم جروح عميقة مثل ما يجرحون رؤوسهم، بعضهم كان يموت، كان يموت، ما أقول كان يصاب ببعض الأمراض الخطيرة السيئة الشديدة، لا، بعضهم كان يموت، خصوصا بهذه الطريقة التي يمارس التطبير. كم مليون؟ حسب إحصائية تقديرية طبعا، يقولون أكثر من 1,500,000 مطبر كان في هذه السنة في كربلاء فقط، فقط في مدينة كربلاء، ناهيك عن بقية مدن العالم. كم مليون مجموعهم؟ هل سمعتم، ما رأيتم حتما، هل سمعتم واحد منهم يموت؟ لا. الإعلام المضاد مركز على ذلك، وما تمكن أن يثبت ولا مرة واحدة أن شخصا واحدا توفي بسبب التطبير. شيء غريب، غريب جدا، حالة غير طبيعية. وتعلمون كثير منكم يشترك في التطبير، كثير منكم رأى مواكب التطبير من قرب، بعضهم يطبر بقوة بقوة بقوة. أنا سمعت ذلك مرارا وتكرارا من ثقات، أن بعضهم لشدة الضربة يضربون على وسط الرأس، هذا المكان قوي جدا، لشدة الضربة السيف انكسر. أنا سمعت مرارا من ثقات، حتى لو كان السيف ضعيفا سيف ينكسر. يا أخي هكذا ضربة. من الناس يشترك في التطبير؟ أشكال من الناس، من الطفل الرضيع إلى الأطفال الصغار، إلى الأشبال، إلى الشباب، إلى الكهول، إلى الشيوخ، رجال، نساء، هذا الذي عنده فقر دم، ذاك الذي عنده مرض قلب، ذاك الذي عنده سيولة غير طبيعية في الدم، هذا الجاهل، ذاك العالم، ذاك الفقيه المجتهد، هذا الطبيب، ذاك المهندس، ذاك الطلب، أشكال مختلفة من الناس يشتركون. من بين هذه الأشكال المختلفة وطبائع صحية مختلفة خلال سنوات طويلة، ولا واحد يموت. فسر لي القضية.
بعض الناس من جرح عادي بسبب وجود سكر، بسبب وجود سيولة غير طبيعية في الدم، يضطرون يبترون بعض أعضائه، أحيانا يموت بسبب ذلك. أشكال أنواع، وأنتم تعرفون وأنا أعرف بعضهم مبتلى بأمراض خروج الدم حتى بجرح عادي بالنسبة إليه قد يكون خطيرا، فكيف بهذه الجروح؟ بعضهم يجرح، بعضهم يكسر، لا يجرح، يكسر الرأس، شخص واحد لا يموت. هذا في هذا الموكب، في هذا النوع من شعائر الإدماء الحسينية. هناك شعائر إدماء ثانية أيضا حسينية، جرح الظهور، جرح الصدور بأشكال مختلفة، لعل مجموع هؤلاء في كل سنة عشرات الملايين من الناس، لا يصاب شخص واحد. فسر لي، يوجد تفسير علمي؟ لا تسألني، أنا معرفتي بهذه الأمور قليلة. اسألوا أطباء متخصصين اشتركوا في التطبير، وأنا سمعت من بعضهم، عندهم معلومات أكثر من معلوماتي، عندهم استغراب أكثر من استغرابي، يرون المعجزة أوضح مما أراها أنا، لأنه هو تخصصه، يعرف تأثير الدم على الدم، يعرف. سمعت أنا من أطباء متخصصين في هذا المجال، لا يصاب أحدهم. أي تأثير تكويني عجيب هذا! هذه الجروح كانت مواساة مع الإمام سيد الشهداء، هذا الارتباط، فقط هذا الارتباط، ليس ارتباطا وثيقا. هؤلاء ليسوا مثل حبيب ابن مظاهر، بقرب حبيب ابن مظاهر من سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، مؤمنون عاديون جزاهم الله خير الجزاء، بدرجات مختلفة، بعضهم قديسون، بعضهم أقل، بعضهم أكثر، درجات مختلفة فيهم. هذا الارتباط، لأن هذا العمل ارتبط بالإمام سيد الشهداء، صار على هذا العمل اسم مركب من أربعة حروف: حاء سين ياء نون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنت. الله عز وجل جعل لهذا الاسم آثار تكوينية، التطبير نموذج، السيد البروجردي نموذج، قضية آدم نموذج، ملايين بل أكثر من ملايين النماذج للتأثير التكويني لهذا الاسم الشريف. والعجيب أن كثيرا من المسلمين يتجاهلون هذه العظمة في التأثير التكويني. حكومات عديدة تحارب هذه العظمة، لا أقصد حكومات كافرة، حكومات في بلاد مسلمة، تؤذي الذين يمارسون الشعائر الحسينية، تعرقل طريقهم، ترعبهم بأشكال مختلفة من العداء. الحكومات التي هي أهون، حكومات في بلاد مسلمة أقصد، لا تظهر كثيرا من العداء، تتجاهل. يوم عاشوراء، يوم حكومات، أكثر حكومات بلاد المسلمين تتجاهل يوم عاشوراء، على الأقل تتجاهل إذا كانت لا تظهر العداء، إذا كانت لا تعرقل طريق الذين يمارسون الشعائر الحسينية المقدسة، إذا كانت لا ترعب
على الأقل تتجاهل. في إعلام الحكومة الفلانية لا يوجد اسم لعاشوراء، لا يوجد اهتمام بعاشوراء. عاشوراء يوم من؟ يوم الإمام الحسين. الإمام الحسين من هو؟ هو ابن بنت رسول النصارى؟ هو ابن بنت رسول البوذ؟ هو مرتبط بالسيخ؟ هو مرتبط بالهندوس؟ أو ابن بنت رسول الإسلام؟ يوم عاشوراء يوم عادي؟ اسألوا أي مسلم من أي مذهب في يوم عاشوراء كانت هناك آثار تكوينية غير طبيعية ما كانت قبل ذلك اليوم ولا كانت بعد ذلك اليوم. كسوف يحصل في يوم العاشر من شهر من الشهر القمري، محال محال يحصل كسوف للشمس في اليوم العاشر من الشهر القمري. اسألوا أي عالم في الفلك حتى لو كانت معلوماته قليلة في الفلك، لا يمكن في اليوم العاشر من الشهر القمري لا يحدث كسوف. في اليوم في الليلة الحادية عشرة من الشهر القمري مستحيل أن يحصل خسوف، لا يحصل خسوف، مستحيل، استحالة عادية. جمع في يوم واحد بين الكسوف والخسوف محال عادة. في يوم واحد يحصل كسوف وخسوف، في النهار كسوف في الليل خسوف، غير ممكن. على الأقل بين الكسوف والخسوف أسبوعان. اسألوا اسألوا علماء الفلك. السماء تمطر دما، هذا الذي أقول لكم لا أقول لكم من كتب من مصادر الشيعة فقط، من صحاح كل المسلمين. السماء تمطر دما، كيف يمكن؟ يوم عاشوراء يوم عادي؟ لماذا هذا التجاهل؟ هذا خزي على جباه حكومات بلاد المسلمين الذين يتجاهلون يوم عاشوراء. هذه فضيحة. خمس البشر من كل خمسة من البشر الذين يعيشون على وجه الأرض اليوم، واحد منهم يعيش في بلد من البلاد التي يوم عاشوراء فيها عطلة رسمية. مليار، أكثر من مليار و400 مليون من البشر اليوم يعيشون في بلاد يوم عاشوراء يوم عطلة رسمية. أكثر تلك البلاد وأكثر هؤلاء الذين يعيشون في بلاد يوم عاشوراء عطلة، هؤلاء أكثرهم من الكفار. هذه ليست فضيحة للمسلمين؟ الكفار، الحكومة الكافرة، الحكومة التي 80% من شعبها غير مسلم، الحكومة هذه تعطل يوم عاشوراء لأنه مرتبط بذلك العظيم الذي يقر كل البشر بعظمته، مرتبط باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. بلد كافر الهند، الهند بلد كافر أم بلد مسلم؟ نسبة المسلمين في الهند ما يقارب من 20% فقط. الهند من شمالها إلى جنوبها يوم عاشوراء عطلة رسمية، وبلاد الهند بلد كافر وثني. الإسلام في الهند هو الدين الخامس كعدد، أو الدين الرابع على أكثر التقادير، ليس الدين الأول، ليس الدين الثاني، ليس الثالث، الرابع أو الخامس. الهند حكومتها تفهم أنه يلزم أن تعطل عطلة رسمية احتراما تقديرا تعظيما لهذا البطل العظيم، سمي ما شئت. الإمام الحسين لا خلاف في عظمته، هؤلاء يعطلون. بلاد المسلمين يوم عاشوراء عادي عادي أصلا،
لا أقول عادي من قبل الناس، لا، الناس جزاهم الله خير الجزاء، كثير منهم يؤدي بعض واجبه. من قبل الحكومة تجاهل عادي. أيام عظيمة عند النصارى في بلاد المسلمين، عطلة، عطلة رسمية، ويوم عاشوراء الاستثنائي الذي لا جاء قبله يوم مثله ولا جاء بعده يوم مثله. عادي. هذا خزي أم لا؟ بعض الأشياء الإنسان شيئا فشيئا يتعود، أشياء قبيحة جدا ولكن لتكرارها يتعود الإنسان. امرأة تخرج عريانة، منظر قبيح جدا، مقزز جدا، ولكن إذا كررت هذا العمل مرة مرتين 20 مرة 30 مرة تصبح القضية عادية عندها، تصبح عادية، شيء قبيح جدا مقزز يصبح عندها عادي. نحن تعودنا على هذا الشيء القبيح المقزز الخزي الفضيحة من حكومات تسمي نفسها حكومات مسلمة، جدا قبيح، واقعا غريب. يعني هذا اليوم الذي مرتبط بالإمام الحسين، الإمام الحسين ابحثوا في مصادر كل المسلمين، من هو الإمام الحسين؟ له نظير؟ في رواية، لا أقول في رواية الشيعة، في رواية غير الشيعة، سيد شباب أهل الجنة، يعني ماذا؟ إمام النبي صلى الله عليه وآله يستعمل كلمة إمام في صحاح المسلمين. روحي ريحانتي من الدنيا، يعني ماذا؟ المصادر، مصادر الحديث الشريف مزدحمة بكثرة الروايات الشريفة في شأن الإمام الحسين. هذا الإمام الحسين يصنع به هذا الصنيع في هذا اليوم، هذا اليوم لا يحتاج إلى تعظيم. من الذي يلزم أن يوصل هذا الصوت؟ أنا وأنت. شخص عنده ارتباط بالحاكم، ما عنده ارتباط بالحاكم، عنده ارتباط بمن له ارتباط بالحاكم، ما عنده، عنده ارتباط بمن له تأثير في الحكم، يلزم أن نبلغ، أن نوصل. يوم من الأيام هذه الفضيحة يلزم أن تزال من جباه حكومات بلاد المسلمين. هذا الذي نقلته لكم في هذا اليوم، كل كلامي من أول كلامي إلى هذا، خلاصة من خطبة خطبها السيد المرجع أدام الله ظله الشريف قبل ليالي، بالتحديد في الليلة 11 من شهر محرم في هذه السنة. طبعا الخطبة باللغة الفارسية، في هذه الخطبة جوانب عديدة، اخترت بعض الجوانب بعبارات مني بترتيب مني، الكلمات ليست كلمات السيد، طبعا الخطبة باللغة الفارسية حسب اقتضاء الحضور هناك. ثم قال السيد في خطبته كلمتين، الكلمة الأولى قال: رغم أن كل ما صنع في أيام عاشوراء من قبل المؤمنين وكل ما يصنع من قبل المؤمنين بالنسبة إلى عظمة عاشوراء، عظمة فاجعة عاشوراء، عظمة مصيبة عاشوراء، لا شيء، قليل قليل جدا. أنا أقول ورغم أن الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في غنى عن كل ما يصنع له، والكل محتاج إليه وهو غني عن الكل، عنده الله عز وجل الإمام الحسين، الله سبحانه وتعالى له موقف إن صح التعبير
في قضية سيد الشهداء. سيد الشهداء لا يحتاج أحد، الكل يحتاج إلى هذا المولى. رغم ذلك قال كلمتين. الكلمة الأولى قال أنا، سيد المرجع يقول أنا أداء لواجبي أو أداء لجزء من واجبي، أشكر كل من اشترك في أي شعيرة حسينية مقدسة في هذه الأيام. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية قال وأنا أداء لجزء من واجبي أدعو لكل واحد واحد من الذين اشتركوا في هذه الشعائر المقدسة. بالنسبة لي هاتان الكلمتان عظيمة. فقيه مقدس يعتبر خادم من خدام مولاه الإمام بقية الله الأعظم الحجة ابن الحسن المهدي من آل محمد، خادم من خدام الإمام، يشكر هذه الكلمة كبيرة في قلبي، وخادم من خدام الإمام أرواح العالمين فداه يدعو هذه الكلمة أيضا في نفسي كبيرة. أيام عاشوراء انتهت وسوف لا تنتهي ولن تنتهي، كالزمن انتهى. تلك الآثار التكوينية تبقى وتبقى في الدنيا، تبقى في البرزخ، تكون في القيامة، تكون في الجنة، تكون. كأيام انتهت، كزمن انتهى، كفرصة للصعود بفضل اسم الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، هذه الفرصة انتهت. طبعا كل أيام السنة أيام خدمة الإمام، أيام يكون الإنسان في طريق خدمته لهذا المولى الكريم، في طريق أداء واجبه تجاه اسمه الشريف، كل الأيام. ولكن أيام عاشوراء طبعا أيام مميزة، أيام انتهت. كيف خرجنا من هذه الأيام مرفوعي الرأس عند الصديق الكبرى؟ إن شاء الله، إن شاء الله نكون هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى بعظمة اسم الحسين، نسأل الله سبحانه وتعالى بالمكان السامية التي جعلها لهذا الاسم الشريف، نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا المولى الشهيد العظيم أن لا يفرق بيننا وبين الإمام الحسين طرفة عين أبدا. اللهم بحق الإمام الحسين ارزقنا في الدنيا قريبا زيارته، ارزقنا في الدنيا خدمته، بحقه ارزقنا في الدنيا اتباعه، بحقه ارزقنا في الدنيا والبرزخ والقيامة والجنة شفاعته. بحق الإمام الحسين ارزقنا في الجنة جواره، إنك أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادات الخلق محمد وآله الطاهرين.